قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري تاريخ أرضه بلاده بيجري جوا دمه من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري من قلب وروح مصري طابوا كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم أصحابه كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم وموسيقى نشيد بلادي بتجري في دمهم من قلبه روح مصر والنيل أول والتاني والسؤال في عنينا تاني يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا تاني يا بلاد أنا أنت حبك وأطول النخل وأقدر وأطف من ورد تشكى وعمل لك عقد مرمر من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري يا بلاد أنا أنت عبر وأطول النخل وأقدر يا بلاد أنا أنت عبر وأطول النخل وأقدر هاي حسونة هاي فارس هاي هاي هنعمل ايه؟ عايزينها تبقى أحلى أجازة تعالوا نلعب حاجة تانية خالص مع بعض أنا جوعت وأنا كمان وأنا برضو سلام إيه فايدة إن الواحد يكون عنده صحاب لو هيعمل كل حاجة لوحده يعني ليه بس ما نبقاش كلنا زي بعض ونحب نعمل نفس الحاجات ونروح نفس الأماكن ياه ده الدنيا كانت هتبقى حلوة قوي اصحى يا بكار ايه ده هو انت مين يعني ايه السؤال ده ايه ده انا مش فاهم اي حاجة متقوليش انكم مش عارفين هتعملوا ايه وانكم مختلفين مع بعض لا طبعا كلنا عاوزين نروح المكتبة نجرى ايه ده ايه اوقف في دورة هو ده طابور ايه طابور المكتبة كل دول عايزين كلنا عايزين نفس الحاجة الكتاب ده خلص ما فيش منه اي نسخ تانية كل بكار هنا عايز نسخة حاجة تزعل يا جماعة تيجوا نرسم فكرة حلوة ايوة يلا نرسم ايه رأيك في رسمتي زي رسمتي دي نفس شكل رسمتي بالظبط لا دي رسمتي الله على رسمي شفتي كل الناس بيرسموا زي رشيدة او انت اللي بترسم زي كل الناس مفيش هنا حد احسن من حد في اي حاجة ايوة كلنا زي بعض فارس وحسونة كانوا بيحبوا اللي أنا برسمه هما ما بيعرفوش يرسموا زيي وأنا ما بعرفش ألعب كورة زي همام وإحنا الاتنين دمنا مش خفيف زي حسونة وما فيش حد فينا شاطر في العربي زي فارس كل واحد كان شاطر في حاجة
عندك حق يا رشيدو، احنا ما كناش بنتفق. داني حتى اما قلت لهم تعالوا كلوا معايا ما حدش جه. بي اني جعان. بي اما اشوف امي عامله لنا ايه. طبعا ملوخيه. ايه ده؟ ايوه بقى ملوخيه يا سيدي على الملوخيه. انا بحب الملوخيه واني كمان دي احلى اكله. اصلا مفيش اكله تانية غيرها لانها جميله وامي بتعملها كويس جدا. ها امك؟ دي امي انا. لا طبعا امي انا. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى دي امي انا. امي بس. لا طبعا دي امي انا. بطلوا بقى امنا كلنا. بكار. نعم يا امي. انا مش عارفه اقول لكم الحكايه دي ازاي، بس خلاص ما بقاش فيه ملوخيه. ايه؟ لا قولي يعني ايه. ايوه الطبق ده كان اخر طبق ملوخيه لانكم ما بتاكلوش غير الملوخيه فخلصت من السوق. وبعدين ليه كده؟ طب هنعمل ايه كده؟ ممكن ناكل عدس او فول او لوبيا ناشفه او بسله. بس اني بحب الملوخيه. مش مشكله، ممكن ما ناكلش ملوخيه ونضحي بيها زي ما ضحينا بحاجات كتيره بنحبها. لان كلنا بنستخدمها وما بنستخدمش غيرها. والحاجات التانيه اللي ما بقيناش بنلاقيها زي الكور والطيارات الورق والبومب والبيلي، دي حاجات اصلا محدش فينا بيحبها والناس اللي بتعملها فلست عشان ما فيش اي اطفال بيشتروها. ثانيه واحده، اني عايز اسالكوا سؤال. وانتوا عاوزين تطلعوا ايه لما تكبروا؟ ده سؤال. ده شوف يا عم بيقول لك ايه، سهله جدا. هو في غيرها؟ رسام طبعا. رسام. واني كمان طبعا هبقى رسام. ومين اللي هيبقى دكتور ويعالجنا لو تعبنا؟ ايه ده، اني مقدرش اعالج حد، اخاف. واني كمان. ايوه دي حاجه تخوف، واني اصلا لو شفت دم اخاف جدا. ايوه واني كمان، اني ما بحبش الشغلانه دي ولا انا، شغلانه صعبه. ومين اللي هيبقى مهندس يبني لنا بيوتنا؟ ها، ومين اصلا اللي هيصنع لنا الالوان اللي هنرسم بيها؟ انا سمعت اصلا انهم هيلغوا الاحياء والعلوم والحساب من المدرسه. ومش هيدرسوا لنا غير الحاجات اللي احنا بنحبها. ايوه الشعر والقصص والرسم. وعلى فكره مش هيبقى فيه حصه العاب. طب ونعيش كده ازاي؟ في حاجات احنا ما بنحبهاش بس لازم تبقى موجوده. لازم يبقى عندنا دكاتره ومهندسين ومدرسين وفلاحين، والا مش هنعرف نعيش. لازم نقسم كل حاجه بينا. ايوه صح، اني موافق على الكلام ده. واني كمان. وانا. كلنا موافقين. طب يلا نقسم الشغل بينا. اني هشتغل شغلانه وانتوا تشتغلوا شغلانات تانيه. ياه الحمد لله طلعوا بيفهموا. ها هتشتغل ايه؟ رسام طبعا. ايه ده، انا اللي هبقى رسام؟ لا طبعا انا. انا بقول انا اللي هشتغل رسام. أني حاسس أنني عطشان. ها؟ أيوه. وزهقان. أيوه. وكل اللي بتحبه بقى ماسخ وملوش أي طعم. أيوه. وكل اللي أني بقدر أعمله ما بقتش أحبه زي الأول. واني كمان. واني برضو. واني كمان برضو. أني مستغرب لأننا بنقول كل اللي أنت بتفكر فيه. أيوه واني كمان. ايه ده؟ ايه في ايه؟ عيب عليه. اني عملت ايه؟ اني وقعت في التين من غير مقصد، ودي حاجه ممكن تحصل لك.
أكيد. طب ليه الكلام ده بقى؟ كلام إيه؟ أنت كنت بتفكر أنني أكيد جلبيتي مش مغسولة لأنني كنت بلعب ومهمل ومش عايز استحمى. أني ما تكذبش. مش هكذب. لكن عرفت إزاي اللي أنت كنت بتفكر فيه؟ أيوة، لأننا كلنا هنا بنفكر زي بعض بالظبط. آه، وبنوصل لنفس الفكرة في نفس الوقت. بس دي حاجة سخيفة؟ ها؟ مملة؟ تضايق؟ تجنن؟ بصراحة كل ده أكيد. بس خلي بالك يا بكار. أني؟ لا، هو بقول لك خلي بالك لأننا كلنا هنا متفوقين. آه، وشاطرين وموهوبين كمان. ماشي، بس أني وحشني الناس التانيين. غريبة يعني، محدش قاطعني المرة دي. لأنك كنت بتفكر إن لو حد قاطعك المرة دي هتتمنى إن الحياة ترجع زي ما كانت وكلنا نختفي. بس كفاية، اخرجوا من دماغي، مش عارف أفكر. قصدك مش عارف تفكر أفكار مش هتعجبك. وليه يعني لازم أعجبكم؟ لأنك زينا كلنا ومش مختلف عنا، وبكرة هتبقى مجرد رقم. آه، ويجي بكر جديد مش فاهم حاجة. أيوة، وتجاوب على أسئلته زينا. إيه ده، هو راح فين؟ أيوة صح، ده اختفى. سيبكم منه شوية وهنلاقيه. هو مين؟ أهو بكار زي أي بكار وخلاص. عندك حق، شوية وهيرجع لنا. هيروح فين يعني؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ أنا ليه حاسس بغربة كده؟ أنا إيه خلاني أبقى كده؟ عشان أمي تعملني ملوخية. ده نفس اللي أنا فكرت فيه بالظبط. آه، وأنا كمان هعمل كده. وأنا طبعا. يلا بينا. أني هسبقكم. أني اللي هسبقكم. إيه ده؟ هات هات أنت. سيب أنت. ولا أنت ولا هو. أني اللي هسبقكم. أني اللي هاكل آخر. أني اشتريت آخر علبة ألوان من نوع اللي ما بنعرفش نرسم إلا بيه. هجوو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 و
البكار ده معاه اخر شويه ورق ممكن نرسم فيه. ها جد؟ ومعاه كمان الوان لسه ما خلصتش. بتقول ايه؟ لا لا يا بخته، وطاجيته شكلها مختلفه غير طاجيتنا خالص، شكلها اصليه ولا ايه؟ ايه ده؟ ها اهجموا عليه، يلا اهجموا عليه، يلا اهجموا بكار. مالك انت كنت نايم ولا ايه؟ الحمد لله.
ايه؟ حلمت حلم؟ حلم ايه؟ ده كابوس. طب الحمد لله انك صحيت، احنا اتغدينا. قلنا خلاص بدل ما نقعد نضيع وقت في التفكير وكل واحد يبقى برأي، نيجي ونخليك انت تختار حاجة نعملها. لا لا لا، انا ما عنديش اي مشكلة، انا هعمل اي حاجة تقولوا عليها. لا يا بكار، انت اختار حاجة. لا اختاروا انتوا واني موافق على اي حاجة تختاروها. بقول لكم ايه، تعالوا نلعب كورة زي ما همام جاد، او نطير طيارة مع فارس، او نلعب بالي مع حسون. حس كده بقى، يلا بينا نلعب كورة. لا طبعا، نطير طيارات. لا طيارات ولا صواريخ، احنا نلعب بالي. لبقى ان شاء الله. ايه يا بكار بتضحك ليه؟ اصلي مبسوط قوي عشان انتوا صحابي وكل واحد فيكم يحب حاجه غير التاني، واهم حاجه مخلياني مبسوط فعلا اني مفيش مني كتير. بكار اتجنن. الشمس عروسه جميله بتحب تلم العيله وبتعمل ميت كل ليله لما تشوف الحلوين، خطويك السما حرساها هتمد المد معاها، هتهدي هنستناها، امال هندلع مين؟ يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكه وصوتها في قلبه بيضوي الف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكه وصوتها في قلبه بيضوي الف نهار.